هذي العزوان اللي فعلها على مكانتها. يا فالح بالنقاف الحاصل اللي صار وش سويت؟ انا ما ابغاك تبدا حاجه تنتجها نهايتها. يدوم الكلب قام من يوم سرت ولين حتى جيت، وانا قادر وجيها الخير وقادر عزيمتها. يا جعل الشر يبطي يا صقر لا تسبق التوقيت، وش اللي عرفك بالمشكلة قدام حزتها. الله بعطيب اجتماع القوم ما شق شر من التشتيت، يا قشر الفزعة اللي طلقت البندق تشتتها. وانا لو شفت تغريدتك ما سوي لها رتويت، ثبت القال خبل من العالم رتوتا. أنا دل الموارد لو دليل القوم ضيعت، لكن انت ما تمشي غير فسكه واشارتها. قبل لا يظهر تويتر وقبل مرتويتين البيت، هواجيسي على صم الجبال سود ناحتها. سمعتك يا المطوع يوم تقسم ديني ما صليت، عليك الذنب وأهل الحي ما تخلف عقيدتها. أنا وحيت أني أحلي على الميت ولا عزيت، لكن أقول جعل أصحابنا تجبر مصيبته. ترى ما هي بنار الحرب هذه شعلة الكبريت، تبت أكبر بعينك ما ريت تطفي من دقيقتها. أعرفك يا صقر ما انت معزي لو أخوك الميت،
أعرفك يا صقر ما أنت معزي لا وأخوك الميت لا وعمار البشر في يدك يمكنك تموتها دام انك عجزت عن الصنادق ما انت باني بيت ما تنسى الشعلة اللي طار قلبك من شرارتها الناس يا بالفيت يا بالفيت والحين رواديكم على صغر صوت موجته تحسب العود الأزرق يجمع مع الصبر والحلتيت لكن أهل العطارة ما تعرف إلا عطارتها عزاوين القوية يرتجف من عجب الحليت ما هو بضلوعك اللي ما عليها غير ريشتها الله تعاندنا وهذه حجتك يا ليت ما احتجيت أظن أهل الكبار ما نكب إلا كبارته من أول كنت تشرب سمني مير اليوم تشرب زيت ترى الأعراب تسمح كل شيء إلا كرامته نبى نمشي على كف القدر ولا على العفريت لا وانك سبودكم مثر عليها لا حرارتها لا والبعوض ما يثر ما شفت اللي يبيع فليت حقيقة كل حاجة فالحياة لها مهمتها